نحن في دورة استثنائية، فهي استثنائية بكل المقاييس، لا في المكان الذي نحن مجتمعين فيه الآن، ولا في الموضوع الذي نتدارسه بين أيدينا، اللي هو الميزانية. اللي كنعرفوه كامل السيد الرئيس أن الميزانية هي صلب التدبير شأن المحل وتسيير الجماعات المحلية. هنا أولا أتأسف بأن لقاء احنا في ثلاثة كنا هنايا، فإذا به ساعة قسمين احنا كنتسناو السيد الرئيس في ظل أغلبية مطلقة، هذا عيب سياسي، الممارسة السياسية. ولكن تركت الموقف أخيرا، اجتمعنا في مكان جديد علينا أولا، كان هذا أول مرة في حياتي. علاش تساؤل علاش ما كانش في المكان السابق؟ لأن كاين في أشغال، علاش هذه الأشغال؟ ومن بعد عندها نجيو للتساؤل. أنا عندكم سياسي تقني، سياسي لأنني أناقش الآن فعل أو وثيقة أنجزها فاعل سياسي معين. الفاعل السياسي عنده مع التحليل الشخصي الشخصية ديالو بعدا، لأن هذه قراءة ثانية، قراءة تقنية جازت في القراءة الأولى، دابا عندنا قراءة ثانية. وعلاش بالضبط القراءة الثانية في كل سنة؟ سيد الرئيس غنعملو واحد الكرونولوجيا للتسيير ديال مدينة طنجة من خلال الحزب ديالكم. في واحد التصريح السيد الرئيس ديالكم قلتو أو وصفتم السيد الولي بولي الله، ورفعتموه إلى مقام الولاية أو الولاء. وهنا مقام الولاء له البركة، واللي كيتصف بهذا المقام ما يمكنش يكذب، لأنه قال أنا اجتمعت معه من خلال المداخل المحولة، وقال بأنه يعمل هنا استخلاص ديالها وحيأمر عليه وما عملش، إذا كيكذب، وهذا خطر جدا، خصوصا إذا يعني قارنا الكلام ديالكم بالكلام ديال السي محجور الذي طالما تحدث عن التناغم السائد في التعاون ديال السلطات البحرية معكم. واش هذا التناغم غاب من عشية وضحاها؟ الله أعلم. شنو هي الأسباب التي حققت تلك التناغم أو ذلك التناغم؟ وما هي الأسباب والمستجدات التي غيبت هذا التناغم؟ وعنجو إذا هناك تناقض، والتناقض هو اللي التناقض هو اللي كيتسبب به الفاعل السياسي اللي كيسير مدينة طنجة. دائما كيكون كينتقد شخص ولا غدا كنشوفوه معاه، وهادشي تجربة بينت لنا أكثر من عطاتنا أكثر من مثال. المثال الأول مع السيد الوالي، وصفه بولي الله ثم دابا العكس. المثال الثاني التعامل ديالكم مع واحد الشخص كان ممثل عمدة طنجة اللي هو سمير عبد المولى. أنا كنت معاه يعني في نفس الساعة، ديك السيد بالنسبة لكم كان عايل بالمصطلح، فيه أوصاف دميمة جدا، وبين عشية وضحاها بعد مروره على سكوك الغفران دخل الحزب والمحمية وارتقى في درجات علو وأصبح برلمانيا باسم الحزب. هذا تناقض. التناقض الثاني هو العلاقة ديال الزعيم سعد إله بن كيران مع واحد الفاعل السياسي اللي هو أخ النجم. هاد العلاقة في الدول
كما سمعنا وحنا واقفين المغاربه كان كيقول ولد الناس راكم ثروه عبر اجداده ولا من عشيه وضحاها سيد نائب المال العام ويستفيد من ثروه الدوله. هذا تناقض كبير. مؤخرا القضيه كيعرف الجميع هي قضيه حامي الدين. قضيه حامي الدين اللي كان سرمي وزير العدل وهو رئيس النيابه العامه قام على حفظ الملف، وبين عشيه وضحاها لما انسلخت النيابه العامه عن وزاره العدل اصبح العدل كامل متهم بالفساد، مع العلم ان السي محجور الدوره السابقه ملي تكلمنا على الحلوى ديال البرلمانيين قلنا ما تبخصوش مؤسسات الدوله، فكيفاش ان وزير العدل سابقا يبخص مؤسسه كامله حفاظا على المصلحه الحزبيه؟ لان جمله تناقضات هي التي اسست لفاعل سياسي اعد هذه الوثيقه. ودابا ندخل مباشره للميزان. السيد الرئيس المداخله ديالو كانت تحمل خطاب المظلوميه الذي رايناه مؤخرا، وغنقول علاش، لانه تكلم الميزانيه كامله تكلم على شق المداخل وهذا خطا، ما تكلمش بتاتا على المصاريف والالتزامات، وخصوصا اذا كنا نعلم ويعلم الجميع ان المصاريف تنقسم الى قسمين، هناك ما هي الزاميه وهناك مصاريف الثياب التي تخضع الى الرئيس ولو كان الصلاحيه باش يزيد من قسمين. غنمشيو السيد الرئيس لواحد المشكل اللي قلت فيه واجد داخليه عبر السي الباشي، خصوصا اننا ملي كنشوفو التلفيه كيقولنا بان الداخليه كل مدينه كتعطيها نسبه معينه، مع ان كما قلت ان جميع المدن هي مدن تحكمها العداله والتنميه، خصوصا وان التقارب الملاحظ في التلفيه ما بين مراكش وطنجة واضح، راه طنجة قال 21% وبالنسبة لمراكش 23%، إذا فين كاين الفرق؟ علاش مراكش وصلت من 100 ديال المغرب؟ السيد الرئيس باش يكون واضح وباش ما نتسماوش أننا كنعملوا السياسة وكنعملوا البوليميك، هناك سوء التعامل مع وثيقة الميزانية، سوء التدبير، وغندخل سيد الرئيس بالنسبة للمداخل، المداخل هي مداخل محولة والمداخل الذاتية، المداخل الذاتية واضحة وثم شرحتها للإخوة، وملي كنقول المداخل الذاتية سيد الرئيس أنني أعني مجهود ذاتي هو اللي كنت كتمدح فيه الموظفين ديال الإدارة، ما كاين حتى مشكل، ولكن سيد الرئيس نسيتي ان مثلا الضريبه على رسم السكن او رسم السكن راه يا ربي كتوصلوا فيها 30%، عارفين يعني هنا غياب العداله الجبائيه السيد الرئيس، يعني 30% ديال الناس كتخلص ضريبه النظافه و 70% كتماطر، هذا عاوز داخليه نجيبو الداخليه تجمع لنا. هنا عين مجهود بسيط جدا اننا نحاولوا 30% اللي هي تعادل 30 مليون درهم اللي هي 3 مليار ان نجيبوا 30% اخرى حنا زدنا 3 مليار، وصلنا 90% حنا زدنا 6 مليار، قلتي لنا دابا قلتي انا خصني 5 مليار الله يجعل البركه،
مشيت لك غير واحد جهه معينه واحد ما كنستخلصاش انا هذيك. لا لا دابا حنايا كنتذكروا ديك الساعه جوج سيدي حتى مشكل راح يدير. بالنسبة السيد الرئيس بالنسبة للمداخل واحد المسألة مهمة جدا وباش يعرف الجميع وتا المواطنين في مدينة طنجة يعرفوها اللي هي استخلاص ديال العملية التهمية ضريبة على الأراضي العالية. حنا كاملين طنجة كاملة كتعرف 2016 17 18 غياب وثيقة التعيير اللي هي حروب أميناجو. السيد الرئيس أنتم تمارسون النصب والاحتيال على المواطنين في مدينة طنجة وشرح لي 2016 استخلصتوا 3 مليار 2017 استخلصتوا 7 مليار دابا الان وصلنا 4 مليار ما يعادل 12 مليار من هوبا اكلوا اموال الناس بالباطل لان المحدد ديال الاستخلاص هي وثيقه التعبئه هي بلون داميناجي باش عرفتي فين عندي انا العمارات باش تقسيتي لي على العمارات. شكون قال لك بلون داميناجي معايا ولا لي شي منطقه خضراء ولا ترعب؟ هذا نصب واحتيال والوسط حنا وحنا حنا كاملين كندوبو على هاد المواطنين خصنا نترافعو عليهم ورا الناس في تطوان رفعوا دعوة على الجماعة ونزيد أدهى من هذا السيد الرئيس لا ركضنا لا ركضنا تم نزع الملكية الأراضي الناس اللي جالس فيهم ملي مشاو دعاوكم شنو كان الجواب ديالكم الرد ديالكم في المحاكم ان هذه الاراضي هذه غير تابعه لنا تابعه لجماعه العوامه وانتم ما عملتوا استخلاص ديال الضريبه ديال الدين كتكون هذه الارض هذه مثلا عالي شو كتستخلص هذا الشيء هذا خصنا نقولوا للناس باش يفهموا هذا مهم جدا ما نبقاش انا نقول راه الوالي كذا ما عرفتش منين الديون فعلا العمليه ديال الاستخلاص في الديون وارده ولكن ماشي واردة اليوم راه دخلت في 2015 بمعنى انها تصدق ناقوس الخطر انني انا كنعرف راسي انا ملزم باداء هذه الاموال هذه على مر السنوات المقبله اذا كيفاش غنتعامل مع الميزانيه ماشي عن نغض البصر عليها واش فهمنا السيد الرئيس ثانيا السيد الرئيس اللي كيحدد المداخل هي النفقات اللي كاينه نفقات الزاميه ما تذكروش عليها راه واضحه ولكن نفقات اللي تينا كتسيرها فيها مثلا فيما يخص منح المقاطعه شحال كيمثلوا بالميزانيه هذا خصنا نقولوها للناس يفهموها كتمثل 10% قانون يعني انا كنشوف 10 7 مليار من الميزانيه نعطيها للمقاطعات اش غايديروا بها هاد المقاطعات عاد البيروات عياكلوا عملوا النفوات يكسلوا الطوموبيلات تافه شي واذا كنت انا سامارس سياسه التقشف في ظل النكبه الماليه شنو خصني ندير ناقص ديك الميناء ما يعيشوش بها فسادا انا السيد الرئيس انا رئيس لجنه عطيتيني التليفون في البدايه ما ديتوش ما كنستحقوش هكذا خصنا نعملوا كاملين ما كنستحقش التليفون انا غالبا في الدار علاش عندي الاعتماد المالي التليفون 8000 درهم يوعي كم كيوني ان كاين المشاكل هذا هو المشكل ديك الطوموبيل دي الطوموبيل ديالي رحمة بهاد المدينة ما ندخلش الطوموبيل ديال الدولة خصوصا انكم زيدتو فيه تشكيرة السيارة السي سامح جور مرة اخرى هو السالك لان قلتي بان حنا ثم عملتو على ترشيد النفقة تشكيرة السيارة لا علاش انا نقول لك علاش سينا مشيتي عين جماعة ما شفتيش الاعتمادات اللي مخصصه بكراء السيارات في المقاطعات وتجمع على هذه وهذه كاينه زياده ها المشكل علاش غنمشي انا نصلح الجماعه ديالي علاش شنو كان العيب فيها 4 مليون درهم علاش 4 مليون درهم نزلها خلي جماعه كما هي فين كاين المشكل
أو لا نحسن الفقفاقة عاوز لأن ديك الطبق السابع حسن نردو جناح لأش عردوكا ما يمكنش بين النكبة اللي كنقول أنا كراه كاينة نكبة راه بنادم اللي كيصلح الدار ديالو شا كيكون مرفه أو لا عندك صلاح كيكون مرفه هكا يعمل التليفون زيول كيكون مرفه هكا يشري السيارة حنا غنشريو ضاخمة بالنسبة لينا ونبقاو ذلكم شي هذا مشكل هذا هو المشكل هذا هنا خصها تحل الميزانية باش يستافد الجامع ثانيا علاش نقولوا على تضخيم المبالغ انا كنشوف بان ما نقدرش نوصل لواحد وانا علاش كنطلع باش لان المصاريف طارت كنبغي نحافظ على التوازن في غياب معطيات حقيقي ومالية حقيقية علاش عم وصلنا لنا 70 مليار اللي كنت السيد راه غلطت سي هذا ليا ونعترف غلطت راه كاين فرق شاسع حنا عم قلنا لكم مرة أخرى عطيناكم حلول وواضحة جدا العمل على توسيع دائرة الملزمين حتى يمكن تحقيق العدالة الجبائية من جهة وتحقيق المداخل من جهة ثانية ما كايناش غتحقق الملاير السيد الرئيس ثم مشيتوا فقط الرفض في القرار الجبائي اليوم كتكون استغلال ما بقاش حققنا الحق زيادة خيالية سيد الرئيس هذا هو الإشكال ما يمكنش نجيو حنايا باش تضبط العملية واضحة جدا تكون واضحة المردودية ديال الطاقة في إطار التحصيل واحد توسيع دائرة الملزمين ضرورية ما يمكنش يعيب الله أنا قطاع النظافة خصني نعرف أنا جماعة أنا وسيط ما بين المواطن والشركة صح هذا الدور ديال السيكو كنعمل لها عمل استخلاص باش نخلص هذا كيخلص كيعمل الزبل كيخلص كنعطي الهدف ما تكونش عليا إلزام ومش نخلص علاش غنخلص على 20 مليار علاه ودعمت على توسيع دائرة الملزمين ديال قطاع راس على راس السكن والله غنحقق واحد الأرقام خيالية ولكن حنا ما بغيناش يخرج حنا شنو كنقولوا عكري أمانديس هذا هو اللي قلت لك أنا مرة خاصة لا علاش ملي كتكون عندك انفصام في الشخصية ما كتقدرش تقرر في الإدبار ها اللي قلنا لكم هذه خطر قلت لنا الذي ما عرفش الله يعرف نحن في تناغم انت وإذا كتأدي الثمن دابا عندي 20 مليار دابا 20 مليار ديال الكريم 20 مليار فيها 16 مليار أمانديس 4 مليار ديال النظر أمانديس ما يمكنش نعمل معاها أنا على 10 سنين خصني نخلصها باش نخلص نمشي للمسألة ديال الترشيح اللي سهل وقلناها الشارع فيه 27 كيلومتر كامل ضوي على البوشنيخ قلناها ما عملتوهاش قلنا لكم طفي وحدة شعل وحدة طفي وحدة شعل وحدة عتنقص النص ديال السهل كريدي فيك سيد الرئيس اللي ما كتخلصوش ما تنساش ان باراليز انتيريو شكون عاد خلصها اللي عايجي انا عاوش شي خطاب المظلومية وانا وديك الشيء اللي كان مورايا وقبل مني هذا الاشكال جوج الحاجات عاد تشوف فيها هناك سياسة التقشف واضحة الامور المقاربة التشاركية اللي كنتو دائما كتطلبوا بها وما كتطبقوهاش دابا معانا كاينش المقاربة التشاركية كاين ما يسمى بالإعجاز العددي في جامعة طنجة الإعجاز العددي هو هل يدك الله يعاود شي دابا انا شوف كيفاش عارف انا على راجي حاجة صافي عاد الصوت ولا حاجة صافي علاش كاين الإعجاز العددي وهي هو مظهر من أسوأ مظاهر الديمقراطية هي الأغلبية المطلقة شنو ما كانتش عندك الأغلبية السيد الرائد تاع شي مضخم علاش الناس ديالك عندهم يتعلموا جي
لهذاك كيفاش كاع تاع عيط لهذاك ضريا لهذاك اليوم كنبغي ولكن ملي كتكون عندك واحد الاريحيه كتراخى كتبان لك غير في الطوموبيل والتليفون والنادى نجيو من الحاصيه السيدة واش ما علينا كريم وحنا كنقدموا الحصيلة في مقاطعة فايد اوتيل الريف كلشي تاع الراجل شنو غيقدموا لنا طهرنا 15 العواون وصورنا مع سبعة طنط جبن وعاد لنا 18 زناقي حنا مصورين معاهم حتى لا تكذبونا لا بالله عليك اما ان تسير بمنطق المقاولة او نمشي عند الجمعية بالزنق وسير على الطريق شوف الأرملة وشوف ديك الساعة المطهر شوف باش ما تطولش لأن تلعينا وضايق ثلاثة حنا واقفين هنا باقي استخلاصو السيد راعي باقي استخلاصو في الألجديات ديال السياسة تبقى اللي يعملوا في الحاوي ها اللي يشوف برا البريطا في الاخر بالعام يقول عبد القادر واقي ما يخلصنيش تبقى طول المرة الله يعني يضرب على هذاك باش ما يجيبنيش عليه في الميزانيه المقبله ما يمكنش احنا ماشيين البارح 8 مليار 90 مليار 150 مليار وحنا راه واضح كيقول باقي استخلاصو شنو كتقول تبقى هذا عن قول فلوس وعندهم خوف نعملوا ليجان نمسوا الدك اجي ندرسوا هذا باقي استخلاص هذا ما يقص منه والله هذا ما يقص منه يبقى لا يصحى باش نبني استسمح لي انا ملي تنفانسوني غنبقى نهضر شكرا Thank you.